بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر الاتحاد العماني لألعاب القوى على هذه التظاهرة الرياضية، وحقيقة نفس الشيء نشكر وزارة الشؤون الرياضية على الدعم المستمر لمثل هذه الرياضات، لأن مثل هذه الرياضات يعني تجعل يعني من المنافسة الشريفة مثال جيد للشباب العماني. الشباب العماني بحاجة لكثير من الجهود لصقل المنافسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أقدم شكري وامتناني للأخوة القائمين على تنظيم درع الوزارة 2017، الأخوان في اللجان الفنية وأيضا أنتم الأخوان في اللجان الإعلامية. طبعا المشاركة كانت جيدة، حضور الفرق والمنافسة أيضا كانت على مستوى طيب ومرضي لنا، ونأمل إن شاء الله أن تكون المخرجات ترافد للمنتخبات الوطنية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن باس السليماني. كان اليوم المنافسات كانت قوية خصوصا في سباقات تتابع، والحمد لله أنا حصلت على المركز الأول في سباق 2000 موانئ. الحمد لله حطمت الرقم من جبهة ستاندر أي بزمن 6 دقائق و5 ثواني.